محمود الوفاء كان يعيش للناس ومع الناس من أجل الناس، لا تمر أيام قليلة وإلا يفاجئك بالسؤال عنك من خلال الهاتف، ماذا عن أحوالك وماذا عن أحوال السياسة وما اللي بعد اليوم سأحكي أحوال السياسة. كاد الوطن هب هما وعبئا على كتفيه، أحوال الوطن حاضرة دوما في انشغالته، وكأن السياسة جلاده الذي يتحمله لم يقنع كل ما قدم لهذا الوطن، أمله دائما المزيد من العطاء، يريد أن يقدم الكثير لوطنه، يناقشك بصراحة وأحيانا بصرامة، ويغير مزاج وجهه بسرعة كبيرة، وحينما يخالفك الفكرة يأخذ وقته قبل أن يحمل الهاتف مرة أخرى ليبلغك خلافه معك، بعدما يسبقه بابتسامة أو نكتة، وحتى الاختلاف معه كان مرحا وجميلا، هيهات أن تجد مثله من يخالفك الرأي ويعانقك الصداقة. كان الوفاء يتجاوز على كل شيء إلا الكراهية، يعشق كل شيء إلا الكآبة، يبتسم لكل شيء إلا الخيانة. هكذا عاش سي محمد استقلاليا، واثق الخطوة يمشي استقلاليا، وهكذا عرفته. خرج من أزقة مراكش كنخلة واقفة، وظل صامدا ومات واقفا استقلاليا، فالأشجار لا تموت إلا وهي واقفة. حينما كنا نسافر كنا على طول الطريق نتنازع المواقف، وأزقة أكادير وفنادق أكادير تتذكر ليالي قضيناها نتنابز بالكلمات والشعارات والمواقف، ما زال صدى قهقهاته بها. نتجاذب أطراف الحديث السياسة، نختلف حول صديقنا المشترك ذلك الزعيم الذي أعتبره مظلوما، كنت أناوشه وأنا أقول له وحتى صاحبك كان ضريبا لنفسه، يغضب يضحك من ردي، فكيف لا يعاتبني وأنا أتطاول على أقرب الناس له مني؟ ولأنه صادقا في صداقته فإنه كان واضحا مع الجميع، ضحيا بالكثير من أجل صديقي ذاك، كلكم تعرفونه بالمشهور. صديقي الوفاء، لا أجد جواب الناس عن وفاتك، عن كيفية اختيار هذا الرحيل، فالناس تسألني كيف مات صديقك الاستقلالي. ما تنساوش تابوناو لاشين بناسا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.